أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه الجولة في مختارات من أعمدة الرأي والمقالات بزاوية مسألة في أخيرة صحيفة الأخبار للكاتب مرتضى الغالي، والتي جاءت بعنوان أهلا به، أهلا به وسهلا. يفترع الكاتب هذه الزاوية بالإشارة إلى ما أحدثته الأمطار من أضرار، ثم يتساءل قائلا: من المسؤول مباشرة عن ردم البرك أو فتح المصارف؟ ومن الذي يملك حق مساءلة الآخر عن القصور؟ ومن أين للمسؤولين الكبار أن يكون من همهم توفير التمويل البسيط الخاص بأعمال الحفر والردم وفتح المصارف؟ وقد صدق من تعجب في حال السودان وحال البنوك والمجاري، حيث أن المصارف تشتكي من غياب السيولة بينما تتوفر السيول في الشوارع ولا توجد المصارف أو لا تجد المصارف. ويمضي الكاتب قائلا: إن نظرة واحدة للعاصمة بعض الأمطار تجعلك تتعجب كيف يكون هذا هو حال عاصمة في العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين. العاصمة مركز الحكومة ومقر الإدارة ومكان سكن المسؤولين وطريق سياراتهم، ولا تسأل عن كسل والنهود. كل جهة ترمي التبع على الأخرى، مع أن المشكلة مشكلة في الإدارة المتكاملة التي تشمل الكهرباء والمياه والتخطيط العمراني والطرق والجسور والأرصاد والدقيق والمطاحن والاستيراد والمخابز والغاز. ويختم الكاتب هذه الزاوية بقوله: هذه هي الإدارة وهذا هو حال ولاية الخرطوم، وليس هناك شيء جديد أو مفاجئ، فهي ذات هذه المناظر في الخريف السابق والذي سبقه والذي كان قبله. ولا مشكلة أن يدوخ المواطنون بين انقطاع الكهرباء وغياب الغاز والرغيف والمياه الراكدة والجارية، فلدينا إدارات القطاع الاقتصادي للولاية ولدينا مفجرو الثورة الصحية، فلماذا تستطيع الأمطار أن تفعل في الإداريين المحنكين؟ أو فماذا وها هم في الميدان مارقين سوا وشافنا العدو انكوى.